نعم. فضيلة الشيخ، استخدم شخص عامل ووضعه في محل، وفر له السكن والمعيشة، وقال له يعني فتح له المحل وتحمل الآجار، وقال أنت تشتغل وتعطيه مثلا في الشهر نسبة 1000 أو 2000 ريال. لا، ما هي النسبة 1000 أو 2000. النسبة أنا قلت تعطيني الربع، تعطيني النصف من الربح. لا، يحدد له مثلا، يخصص له 1000، يقول أبغى منك 1000 أو 2000 ريال بالشهر والباقي لك. نعم. أولا هذا لا يجوز لمخالفته النظام، والنظام إذا لم يكن مخالفا للشرع كان واجبا، أي كان واجب التنفيذ بأمر الله عز وجل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتهاون بعض الناس بالأنظمة التي لا تخالف الشرع هذا من البلاء، وهو معاصي لا يدركها كثير من الناس. يعني لا يدرك الإنسان أنه إذا خالف النظام فهو عاصي لله، وإذا استمر فهو مصر على معصية. هذه واحدة. ثانيا، أن تعيين شيء معين لا يجوز لأنه غرض وجهالة، إذ قد يحصل العامل على 2000 التي قدرها له كفيله، وقد يحصل على 4000 أو 5000، وقد لا يحصل ولا على 1000. فالمسألة فيها جهالة وميسر، فلا يجوز. إذن هذه المعاملة حرام من وجهين: الوجه الأول مخالفة النظام، والوجه الثاني مخالفة الشرع، إن فيها جهالة وميسرة. نعم. إذا قال النص بالنص يبغى مخالفة النظام، لكن كثيرا من الكفلاء يقولون لو أعطيناه الأجرة التي اتفقنا عليها للعب ولم يشتغل. نقول اجعل له مكافأة، فقل مثلا إذا أنجزت كذا وكذا فلك كذا وكذا. مثلا لنفرض أنه خيار، أقول أجرتك 500 ريال كما اتفقنا في العقد، ولك على كل ثوب 2 ريال مثلا أو 3 أو 10. نعم.